شأنه في ذلك شأن العديد من أنواع الوقاويق لا يعتني بصغاره، فهو يضع بيضه في أعشاش الطيور الأخرى ثم يتركه لها لتحتضنه وتتولى رعاية أفراخه. ومن هذه الطيور المضيفة طيور القصب المغنية وعصافير الأقفاص، وكثيرا ما ينسجم لون بيض الوقواق مع لون بيض الطيور المضيفة، إلا أنه أكبر حجما. ويكتمل تكوين بيضة الوقواق بسرعة كبيرة، وعادة تكون أول ما يفقس من البيض. ويأخذ الوقواق الحديث الفقس في التنقل داخل العش حتى يتلامس الجزء الغائر الموجود في ظهره مع بيضة أخرى أو فرخ صغير. وعندئذ يتسلق الوقواق جوانب العش برجليه القويتين، ويقذف بالبيض والأفراخ الأخرى إلى خارج العش. ويظل فرخ الوقواق يكرر هذه الحركة حتى يخلي العش من سائر البيض والأفراخ. ويبقى فرخ الوقواق وحده ليتلقى كل الغذاء الذي يجلبه أبواه البديلان. المشهد غير مألوف للجميع، حيث يقوم هذا الطائر الصغير بوضع الطعام لفرخ الوقواق الذي يكبره كثيرا، ويلاحظ الجهد الكبير الذي يقوم به الطائر الصغير لإطعامه، بل إن الطائر المسكين يجفل من صغيره كلما اقترب منه ليطعمه خوفا من أن يأكله هذا الابن الغول العملاق الذي قضى على بيضه وفراخه وخرب بيته ونكد عليه حياته. فسبحان الله العظيم الخالق الذي جعل في أمة الطير مثل البشر ظالمين ومظلومين، وأناسا يتسلقون على أكتاف أناس آخرين.